مساء النور، مساء الورود، احلى يوم ثلاثاء، احلى سهره لفريده، سهره فريده من وهام مع فريده الجزائريه وان. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، يا بيبليك قالوا لي انتم احلى بيبليك من بدينا وحتى حنكملوا ان شاء الله يحيينا ربي. اتوقع قعدوا معنا حتى نهايه السهره، تصفيقه على زاك اللي شفتوه اون بيرفورمانس. طبعا كل مره نكتشفوا مواهب رقص ولا اي كل مواهب للشبان تاعنا. دي جي ميس او بلاتين اليوم اللي حيقعد معنا طوال الشهر. نهبطوا شويه لو ريتم ونديروا ان مومون برك هكا باش نستقبلوا وجه تلفزيوني شكيت راهو في التلفزيون وربي يطولوا في عمره من قبل ما تنزادوا انتم على المعظم فيكم. صافي الله يبارك 22 سنه دونتين، سي ان ريكورد ربما في الجزائر من بين لي ريكورد مان الانتين وفي لو ان تي في. وفي هاد الاجواء تاع لي بي ام اس واحوال الطقس الخارقة للعادة نسقبلوا اليوم السيد رابح ميسو مقدم الأحوال ولا نشرة الأحوال الجوية في التلفزيون الجزائري منذ 22 سنة. تصفيقة حارة. كانت قال تتسمى هي از فريش باسكو ابار لا كولور دو شوفو حاجه ما تبدلت اوكين ريد دوبي 22 عام. مرحبا بك. الله يسلمك الله يسلمك، ميرسي بوكو بور نو زافوار انفيتي دافوار بونسي ا نو. شكرا لك اللي لبيت الدعوه بيان سور جو كومونس تري بيان الدعوه. مرحبا بك وطبعا قبلت. شكرا مون دي شوز على كل حال. سي جونتي، سي بتيت با لا في دو توس، لكن مرحبا بك. اخر مره تلاقينا في بلاتو تلفزيوني كان 15 سنه من وراء، كنت حتى ما قدرتش نهضر معك خاطرش كان بدايتي في التلفزيون، وكان وهذا شرف لي يعني نعاود نستقبلك بعد كل هذا السنين. وكما قلت لك حاجه ما تبدلت، واش اللي نقدر نقولوا اللي تبدل؟ باسكو حنا نشوفوك اليوم حنكتشفوا الشخص وجه الانسان كما نقول على شكل فتال ميكوريج ايمان، الشخص الانسان جو دير ليتر هومان يعني اللي وراء الوجه التلفزيوني. اليوم اليوم نكتشفوا ما وراء هذه التبسيمه اللي عمرها ما خطاتك جوستومون. واش اللي تبدل؟ واش اللي تقدر تقول لنا واش اللي تبدل في 22 سنه؟ على كل حال انا بور موا ماشي كلي المشوار تاعي بدا البارح، يعني حاجه ما تبدلتش لان نعمل دائما في نفس الاطار، يعني ما حاجه ما تبدلت، وانما بالنسبه للمشاهد على كل حال يشوف السنوات، يعني يشوف الفرق بين السنوات الاولى والسنوات الخرائط تبدلوا فعلا 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 وطريقه ثاني التقديم ربما تبدلت. التكنولوجيا اليوم تطورت الاحوال الجويه وهو علم عندها 20 يعني عندها 20 سنه، يعني ما كانش عندنا نفس ما كناش نخدموا في نفس الظروف وفي نفس يعني الاجواء اللي يعني نخدموا فيها حاليا. يعني الامور تطورت، التكنولوجيا تطورت، لا سيما في ميدان الاحوال الطقس، لا حتى في ميدان يعني معليش باش نقولوا بك للناس باللي فوزيت سبيسياليست، يعني قريت نقراو الاحوال الجويه ولا احوال الطقس، لا ميتيرولوجي اي اون سيونس اللي تقرا سي دونك سي باك بلوس كومبيان فعلا. هي لكل هي لكل كاين مسابقه، هي في مسابقه دونك سي افيك كونكور كاين مسابقه و يسمى لا فورماسيون دوم 4 سنوات على كل حال. الله يبارك. دونك سي لو نيفو دو ليسونس فيرل لا اونسيان ليسونس دوكا ولات 3 سنين ونقصوا. هي باش تخرجي بشهاده تاع انجينيور، انجينيور دابليكاسيون تاع لا ميتيرولوجي. دونك فوزيت انجينيور تفيق على الانجينيور باسكو ربما نشوفوك هكا تقدم الاحوال الجويه، لكن هو تحضير كصحفي كاي صحفي يقدم النشره اي تري سيريوز سي با سورتو كو سا امبليك تاني الخطر بعض الاحيان. هي واش هي مد الحلاوه تاع النشره
يعني عاد ما يكون يقدمها واحد مختص في هذا الدومين ومن طوم مختص في الفوديو فيزيوال ويحب تاني لو جوي ولا كاميرا لازم تحبك باش ودخلت في قلوب الناس منذ 22 سنه انا كشفت كي بديت تقدم شغل جاتنا غريبه شويه ما نكذبش عليك هذاك الوقت خاطرش كنا متعودين كان هذا رجل يقدم نشرات جويه في التلفزيون الوطني في الارضيه كيفاش حتى لقيت روحك في التلفزيون الوطني تقدم النشره الجويه على كل حال المشروع تاعك كيفاش بدا في الثمانينات في زني 88 كيما نقولوا باش تعودي تقدمي باش تقعدي قبل الكاميرا لازم الكاستينغ وانا عملت عده يعني عده محاولات وهذوك المحاولات بون الولا انت كنت ديجا كنت ديجا كوريسبوندون تاع الاذاعه كنت خدمت في الاذاعه راديو الاذاعه هي تفورم هي لا ميغ ايكول بون هذه الناس تاع الاذاعه اللي يقولوها ما نحبوش نحرجوا ثاني ربما الناس نقولها انا شخصيا لان عقبت على هذيك عقبت الفتره هذيك خدمت في عده قنوات يعني تاع الراديو يعني عندي تجربه ربما ما شفاوش الناس تاني الشيخ فرحات اللي نحييوه اللي راهو زميلنا اليوم في الجزائر في الجزائريه وان بديت معاه تاني في البهجه كنتوا ديروا بامريغات كنتوا تقدموا فوالا خدمت في لاشين 3 خدمت في لاشين 1 ومن بعد جاتني فرصه باش ندخل اذاعه البهجه اذاعه البهجه اللي بدات في سنه 92 92 و كان على ليبوك ريفولوشوني اذاعه جهويه على كل حال كانت اول تجربه بالنسبه للجزائر وتجربة كانت يعني ناجحة على كل حال ومازالها ناجحة والحمد لله وكان خصهم واحد يقدم نشرة جوية وعملوا دي كاستينغ والشيخ فرحات على كل حال نحييه بالمناسبة كان عنده نوا راديوفونيك يعني مميزة خيره خدم هو في إذاعة البهجة وكان يقدم نشرة جوية يعني على أحسن ما يرام تي تري بيان اي بريزونت تري تري بيان لا ميتيو ومن بعد في السنه 97 يعني انايا عندما خرجت من القناه الاولى توجهت الى قناه البهجه خدمت مع الشيخ فرحات تناوب في كان فيها لي بريغاد فوالا ان ترافاي دو بريغاد بيناتنا وختمنا يعني ومن بعد من 97 فتحت لي فرصه اسكو استقبلوك كيفاش استقبلوك المشاهدين في الاشهر ولا نقولوا الاشهر الاولين الاسابيع الاولى اسكو ما كانت صعيبه عليهم انه يتقبلوا هذا الشيء بون يافي با لي ريزو سوسيو بكري ربي يحبك سينو طاحوا عليك كما يطيحوا علينا دائما سينو كيفاش كانت تقبلوا اون اكسبت لا كريتيك ايه لكن ما بون هذا الوقت هذاك الوقت لا كريتيك اوبجيكتيف على كل حال لي كريتيك اوبجيكتيف مي بعض الاحيان سون با تري اوبجيكتيف بعدا نشوف مع الضيفه تاعنا الجايه اللي تحكي لك مسكينه على هي جينيراسيون جوستومون على لاج دو فوتر كارير الله يبارك في عمرها 22 سنه اللي هي نيهاد سي ليكس ميس الجيري دونك سي ميس الجيري 2018 حتى ولو خديجه هي اللي راهي تثير الجدل هذه الايامات حنستقبلوها في عدد اخر لكن حنستقبلوا نيهاد اللي راهي دوكا تواصل مشوارها كميس على نيفو انترناسيونال نعاودوا نولوا للموضوع تاعنا على لي كريتيك كيفاش كانوا لي كريتيك اسكو الناس كانوا يواجهوك برا ويقولوا لك واش راك دير بون سيتي تو نوفو بور موا على كل حال ولا فاسون باش نقدم النشره الجويه جاتني شويه صعيبه على كل حال باسكو لا الناس اللي تفرجوا اللي تبعوا النشره الجويه عندك كل شرائح المجتمع هي اهم معلومه اللي ناخذوها يعني نستناو على بالك علاش نشوفوا النشره بعض الاحيان باش نشوفوا لا ميتيو فعلا وكاين ناس بون الناس اللي يعرفوا على كل حال الخريطه على اخر يشوف الخريطه يشوف لي سيمبول تاع لا ميتيولوجي يعرف ما كان السبيتش نتاعك انت وكاين الناس يستناو ذاك السبيتش اسكو حاجه ما اثرت فيك من هذاك النهار من الاول لي بروميي با تاعك اسكو كاين هكا نقد ربما اللي اثر فيك من هذاك النهار مازالك شايف عليه على كل حال يعني توت اوبجيكتيفيتي على كل حال j'ai toujours eu des critiques objectives. Ou c'est grâce à ces critiques-là que j'ai travaillé avec le directeur de la télévision. Il m'a dit, voilà, merci à tout le monde. Merci à vous, Seyyed Hamraoui, ou Seyyed Hamraoui, ok. Merci à vous, et il m'a dit, j'ai des remarques à faire. Je lui ai dit, ce qui est positif, c'est ce qui est négatif. قال لي علاش قلت له كتمد لي النيجاتيف
C'est grâce à ça que je vais pouvoir m'avancer. Mais bon, il l'a dit avec diplomatie, j'imagine. C'est un grand diplomate. Donc, ماشي هذا ماشي ما مشكيش اصعب ولا Non, c'est grâce à ça. La وحاجه حاجه ربما اللي قاصدك. Franchement, حتى ما قاصني. C'est vrai? Franchement. Et ben bravo, tant mieux. لازم ناخذ مثال. لازم ناخذوه كعبره خاطرش لا نوفيل جينيراسيون ايفيكتيفمون تنقاس بزاف من الانتقادات على المواقع التواصل الاجتماعي وسهله بزاف نكون وراء ان فو كونت بعض الاحيان ونعطوا النقد ماشي مبني ماشي على اي اساس كيف لا ديفيرونس كو انا كي كنت نقدم من النشره الجويه كنت نحب نقدم منشره الجويه نو مي سا سوي الوغ لو سوري قلت لك الوغ لو سوري اسكو حاجه سي ان جيميك اللي انت فرضتها روحك ولا سي سبونتاني سي سبونتاني اي باسكو جامي ميم كنت قلنا درنا بي ام اي شغل خلاص ما نزيدوش خرجوا من الدار سي سبونتاني تعطيها لنا بالتبسيمه شغل حنا نقبلوها ويا بعد سي سبونتاني سي سبونتاني دونك سي سبونتاني مو جو انا سيكولوجيك ما كنتش قابل لا كاميرا على بالي بلي سي دي ميلي دي ميلي بور با دير دي مليون دو تيليسبيكتاتور كي سيف لو بيلتان Donc, la moindre des choses qui te donne un domaine d'art, tu t'invites par toi-même à la collégiale, la moindre des choses, c'est de rentrer avec un sourire. عندك الحق هذه نوافقك وانتم يا سوري لو كونتري فيزا انتم الاساتذه تاعنا وتعلمنا هذه التبسيمه اللي لازم عمرنا خاطر سي فري ما نحتموش كل شو لو بروبليم اللي عندك باسكو ما نحتموش على الناس ثاني كي يخيروا شرف لينا انا يخيروا القناه تاعنا ويقعدوا معنا في الحصه لو كان نزيدو نشوفوا عليهم هذاك ما خص يعني الوغ سؤال ثاني من عند الفريق يقولوا باللي اللي يقدموا اللي بداوا في وانت سي فوتر سبيسياليتي يعني vous êtes ingénieur en météorologie je suis de formation météorologie de formation دونك وراك بديت تقدم الاحوال الجويه هل ربما اليوم لو كان تجيك فرصه تقدم ربما حصه كيما تاعنا هكا ولا ترفيهيه ولا اي نوع من الحصص الاخرى هل هذه تجيك صعيب ولا باسكو كاينين الناس يقولوا خلاص اون فوا كورانا في لا ميتيو صعيب علينا ان نتنقلوا الى Non, pas du tout. Je suis prêt à tous les, qui me calcule, je suis prêt à tous les sièges. Et où est-ce qu'il y a Obama, le hessa, les Obama, tu me dis de présenter, un nom, mais le hessa. Madame, je suis scientifique, je suis de formation scientifique. Madame, bien à tous les hals, un hessa. Élémia. Tu marches avec l'élém. بالتبسيمه نتعلموا بالتبسيمه avec le sourire donc la pelle est lancée pourquoi pas les concepteurs القنوات صح سي فري pourquoi pas في حصه علميه عندنا une petite interview puisque هاد الايامات il y a eu des BMS beaucoup de BMS وعلى بالنا BMS هو le bulletin météo spécial كيما قالت لي وحده كانت تخدم معايا قالت لي un BMS spécial donc un BMS très très spécial تاعنا donc نديرو لك ان بي سي اس اللي هو بولتان كولتوريل سبيسيال alors نعطيوك ولايه من ولايات القطر الوطني وتقولنا واش تعرف عليها من الجانب الثقافي مقبله ديجا هيا نبداو مباشره بالباهيه اللي على بالنا قريت فيها وهرن الباهيه كيف نساها دونك الباهيه الوغ لو بي سي اس يبدا ب 31 دونك تبان ممكن نبداو بوهرن على بالي بلي ربما خلطت لكم من لوغدر لكن نعاود نولي من بعد الى الترتيب بي سي اس بولتان سبيسيال الوغ بي سي اس بولتان كولتوريل سبيسيال بي سي بي سي داكور ماشي ان بي ام اس ماشي بولتان ميتيو سبيسيال بولتان كولتوريل بولتان كولتوريل دونك حبينا نعرفوا واش تعرف انت على هذه الولايه من الجانب الثقافي باتسوسي لا نبداو يا معليش نبداو بالجي ما نوليو الوهران على بالنا بلي هذايا سي لو الجزائر العاصمه جاردان دي سي با وي سي نوتر جاردان دي سي شكون ما يعرفو جاردان دي سي نعم دونك سي جاردان دي سي ماشي غير جاردان دي سي دونك واش عندك على الجزائر حاجه خاصه ربما كيكو شوز دو سبيسيال احنا ما على بالناش عليها كيكو شوز دو سبيسيال ليك في عينيك كيكو شوز دو سبيسيال دون بوان دو كولتورال وي با ولا في حياتك ولا في حياتك الشخصيه ان سوفونير لي رو دالجي سون بلين دو سوفونير شوف باش نقول لك على كل حال كي جوستي هاد الصوره هادي تاع لو جاردان دي سي نشفا بون جيتي تري جون على كل حال جيتي تري تري جون بالك عندنا فيها مره 7 سنين ولا 6 سنين ولا اي بي كي كنا نقراو مليح عندنا دو بون نوت كانوا يخرجونا مالينا يخرجونا كانوا يدونا لجاردان دي سي جوستومون Il y avait le jardin d'essai ou il y avait la foire. Le jardin d'essai, c'est quelque chose qui m'a marqué.
كنا كي ندخلوا نشرو تيكي يافي ان شامبونزي قرد ان شامبونزي كان اون ليبرتي بالك اون هذاك لو شامبونزي هذاك لي يدخل جو سي با لي زونسيان لي شفاولو على كل حال لي يدخل لي يشري ان تيكي وما يديوش معاه الكوكب زاقت عليه C'est mignon ça. D'accord. Il s'affiche, c'est double coco. Donc alors c'est double ticket finalement. Double ticket. Pas quelque coco ou. Alors on a bon été jeune, alors qu'on est jeune, qu'on a soir, qui se voit d'être chimpanzé, on chafou. Donc c'est double coco aussi. Ah, t'es chafou, mais on va jouer comme ça. Il a pas la question. Il a pas la question. Un chimpanzé, qu'un tadnak, qu'un idor, les anciens. En liberté. Non mais je me suis allé à laquelle, qu'une malouma, probablement. Les années 60, hein, les années 60. Années 60. Alors les années un peu avant. Le film Tarzan, ou le film Tarzan, c'est le jardin d'essai. Ouais, et en parlant de Chita, le singe Tarzan, c'est peut-être lui, hein, où il a la belle comme là les lieux. Et certainement, donc, certainement. Et donc, c'était le film Tarzan a été tourné, le premier film de Tarzan a été tourné, le jardin d'essai, où Chidjala Mazelha, elle existe, parce qu'il y avait des lianes et voilà, des plantes rares. Très beau souvenir, chocolat. Alors, Njouzou Wila, El Wilaya, El Okhra, Annaba. رحنا من الغرب نروحوا للشرق النبا يا بابا النبا يا بابا النبا يا بابا جيت لعنبا وجيت المايو والله ما جبته هلا ذكريات ولا حاجه بونا يقولها البونا بونا بونا يقولها البونا النبا البونا النبا يعني تمتاز بالسواحل تاعها بالساحل تاعها دو لو مايو دو خرجت هذه الانكدوت هذه ايزون تخي بيل كوت على كل حال تخي تخي بيل كوت vraiment magnifique, de très très belles plages. J'ai eu l'occasion de les voir en passant par Annaba, bien sûr. C'est des gens accueillants, très très bien. C'est des gens, et mes collègues, c'est des bons vivants. Ils nous ont dit la spontanéité. Et puis, ils nous rappellent un petit peu les Italiens. La façon de s'habiller, ils aiment le soubien, ils aiment le hatat, Annaba. Alors, et un plat, Robama, tu as vu que tu as vu la place d'Okhra? Mais ils sont très proches de Tunis, donc... Non, moi, j'ai mangé beaucoup de poissons à Tunis. Poissons. Beaucoup de poissons à Tunis. Mais il y a des quartiers, par exemple, il y a des quartiers où ils mettent toujours pour la Hamissa double zit. Hamissa double zit. C'est un plat à base de pois chiches, c'est tout ce qui s'en suit, il y a beaucoup d'huile. Allez, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelqu'un qui est à Naba, d'ailleurs, des amis m'ont accueilli. On est le matin... On a pour prendre le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a pour prendre le petit déjeuner? Quand les bantous m'ont dit tout me dire, tout me chier la tige à la couleur. Rahou binaya, qu'est-ce que tu as fait hier? Quand les croissants. Rahou les croissants. Quand les croissants, quand café au lait thématique. On a rahou binaya. Tu as rahou binaya. On a rahou d'arba hamissa double zit. Hamissa double zit. Donc fait zit. C'est un plat. Bel khobz, ils remsou bien. Exactement. Et c'est à une chaîne, hein? À la chaîne. C'est un plat traditionnel. Très bien. Un plat traditionnel. Ok. Njouzou, il a Kassantina, Medina Tel Djoussour, Al-Malaka. Alors, voilà. Là, il y a un petit peu de Djaliyamet. Donc, c'est une très, très belle ville. C'est une très, très belle ville de Constantine. Tu me testes le Djoussour, Ntahal Djoussour, Mualaka. Et puis, justement, quand tu as double zit, l'origine, c'est là. C'est de Constantine. Ah oui? C'est de Constantine. عندهم بصح يتفنوا في الاكل القسطنطيني. Et c'est dans le domaine culturel, ils sont très très conservateurs, ils ont gardé leur propre tradition. C'est des gens يعني très très accueillants, نحييهم بالمناسبة. Et ils ont une très très belle ville où l'aspect يعني l'aspect je يقول لك architectural n'a pas tellement changé. Ils ont gardé toujours le même aspect. Même s'il y a eu de nouvelles constructions à la Koulihal, ils ont... Le centre-ville, en tout cas. Non, le centre-ville, mais ils ont respecté l'architecture ancienne. Bah oui, en plus, c'est ça, l'identité de Tarsantina. Exactement. Quand ils ont fait le bignon, c'est grave. Ça a vraiment touché le patrimoine. Quand une belle idée, on ne sait pas si Tarsantina, parce que c'est un peu... Franchement, non. Je n'ai pas un lieu particulier. Ok, une chose de Fla. Une de Fla. Djilfa. Je crois que c'est de Fla. Une de Fla. Non, Djilfa. Djilfa. Djilfa, chauffé en toute sincérité. J'ai inventé une 49e wilaya. C'était l'Aimba, c'est pas méchant. Djilfa, c'est. Djilfa, bon, tu me tais à la couleur. C'est le cheptel. Ils ont.
ما كانش منا واحد متزاير يقول لك نروح للجلفه نجيب كبش. كنت تلبس لو شيبتال جون تري سون تري رومي في الشيبتال هذايا. سي اون في كي غاردي سي بروب تراديسيون. C'est une ville, c'est la porte du Sahara. La porte du Sahara. Absolument, absolument. C'est des gens également extra. Ils sont animés d'une très grande gentillesse. Très, très grande gentillesse. Accueillant, ça. Et très, très accueillant. Mais je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu l'opportunité de faire la ville. Mais ils sont venus à la veille de l'Aïd al-Kibir. Donc, nous continuons avec le BMS. Donc, le bulletin météo spécial, qui est le bulletin culturel spécial, le BCS. ونجوزو الى بوهران الباهيه اللي تعرفها مليح مليح. نعرفها مليح مليح لان قريت فيها. تجوزت لا فورماسيون تاعي في وهران في شاطر في قنبيطه. والمدرسه موجوده لتما الوحيده ولا؟ شوفي باش يكون على بالك باش يكون المشاهد الكريم يكون على باله بهذا الانستيتيو هذا سي لو سول اللي كاين في افريقيا. افريقيا كامل؟ في افريقيا. ترى افريقيا. سي ان سونتر سي ان انستيتيو. يعني دو فورماسيون دو ريشيرش كي يفورمي لي لا سبيسياليتي اون ميتيورولوجي جاي في قنبيطة في أفارقة في حتى من الدول المجاورة. دي وهران هذه سي اون تري تري بيل فيل على كل حال. هنا نشوفوا سانتا كروز مصر الكبير رانا نشوفوا أيضا الفروندمير تاع وهران يعني وثاني الناس حلوين وخفاف على كل حال يعني بسرعه يعني يستقبلوك يعني ويوضعوك في يعني دون اون سيتياسيون يعني تري تري زاليز دوك تري زاليز والبراني ديما يستقبلوه بحواء وباحسن استقبال. وكاين دونك لو بلا ولا الماكوله المفضله ثاني نقعدوا في نفس مع برسك لا ميم روسيت مي اونيك اون سون جور هي 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 لا سبيسياليتي على كل حال تاع les villes hadou les villes côtières c'est le poisson مشهوره بزاف ايضا بالاطباق تاع السمك هذه مدينه وهران وكاين يعني جانب اخر يعني جانب نتاع واحد اللي خفيف على كل حال خلينا من الهمبرغر وكذا ولا هيك كارنتيكا الكارنتيكا كارنتيكا احنا نقولوا كارنتيكا نقولوا كارنتيكا هم يقولوا كارنتيكا لما يكونش كارنتيكا في وهران نتكلموا سي سي فري سي اكسيلون اخر ولايه تيزي وزو واش نقول عليها؟ تيزي وزو كاين لونسيان فيل وكاين نوفيل فيل على كل حال. مو جو بريفير لونسيان فيل. لا غاردي تو سي زاسبي لونسيان فيل. نوفيل فيل هي تري اندستريال تري بيتوني. سي بوكو بلوس اندستريال. مي لونسيان فيل دو تيزي وزو لا غاردي سي بروبر تراديسيون. لا كونسيرفي يعني سي تراديسيون يعني على الاكستريم ما كاش. اي بي سي دي جون سي تري تري زاكويون. يرحبوا بالبراني tu te sens à l'aise qui te connaît thématique et puis ce qui est attirant في لا كابيل notamment في la région تاع تيزي وزو و tout ce qui s'en suit c'est هاد لك la vue c'est une عندهم une très très belle vue sur toutes les montagnes qui avoisinent la région panoramique يعني كتطلع الفوق تشوف كل شيء شفت كي تكون في ادكار par exemple تكون في la région تاع ادكار ادكار c'est une région montagneuse qui se trouve entre Béjaïa et entre Tizi Ouzou et qui surplombe Azazga. C'est une région élevée qui s'offre à Tilj. Et tu fais l'endroit avec Mamar Betilj où tu as la verdure. La verdure, c'est une verdure à perte de vue à la Koulihal. À Dakar, à Tizi Ouzou. C'est un très très bel endroit à voir absolument. À voir absolument. كل هاد المناطق اللي هضرنا عليهم 48 ولاية زائد دفلة لا 49 اللي اخترعتها اليوم باش نعاودوا بك نفكروا المشاهدين الكرام ونعطوهم معلومة علمية بي ام اس كي نهضروا على النشرة الجوية الخاصة دونك سي هو إعلان عن باش نحذروا المواطنين على ان كا دو شالور اكستريم تكون حراره تطلع ربما باش نحافظوا على صحه الاطفال واللي كبار في السن وفي هاد الايام مثلا الثلوج الحمد لله يا ربي كان هي سي فريمون سي مانيفيك كوم بيزاج لكن هما خطر ثاني اللي لازم نوجدوا روحتنا من اجله. شوف هي البي ام اس على كل حال بون الشبيبه اللي راه لهنايا كملنا بنهضوا على البي ام اس كلمه بي ام اس ما كاش النشرة الجوية الخاصة ما كاش اللي يسقسي هنا بي ام اس يقول لك وي على بي ام اس على بالي حبيت قلت فيه خاطر يا اخي سي ان بيت ميتيو سبيسيال
مي باش انايا باش نطمن يعني المشاهد الكريم، بي ام اس حب يقول بون بيلتان ميتيو سبيسيال. واش حب يقول سبيسيال؟ حب يقول يا دي فالور اونوريجيست دي فالور. هذوك لي فالور هذوك لوسك سون ليجيرمون ديباسي لا موين تاعها ديباس لا موين، لا فالور هذيك ديباس لا موين، اسمو مولا لازم نبعثو ان بي ام اس اون انفورماسيون. قال باغ اكزومبل حنايا زعما باغ اكزومبل في الجزائر لا تمبيراتور نقولو في الصيف، في الصيف نورمالمون لا فوزين لي 28 دوغري نورمالمون. مي نهار اللي نشوفو باغ اكزومبل نشوفو باغ اكزومبل 30 دوغري تطلع الى اخره، بلوس دو 5 دوغري دو ديفيرونس، تيماتيك اون اوبليجي دو سيدغاتي، الواحد يشرب الماء يتفادى. تيماتيك اون اوبليجي دي متر ان بي ام اس، لي سيرفيس دو بريفيزيون دو لا ميتيورولوجي ايز ان بي ام اس. مي عطيتنا معلومه اللي لازم نعطوها ثاني جديده اللي ربما ما على بالناش، انا حيتغير الاسم، حيتغير او تغير على كل حال، والناس مازال ما تعودوش عليه. هي فيه دوكا سكون ابيل لا كارت دو فيجيلونس، حاب يقول خارطه اليقظه. هاد لا كارت دو فيجيلونس هذيا تقسم كامل الولايات، الولايات عبر كل يعني الطلب الوطني، كي تقسم الولايات وين الولايه اللي تكون معنيه بواحد الامر يعني امر نقول وراح تعيش اون سيتياسيون بارتيكيولير، هذيك الولايه هذيك تعطوها اللون، هذاك اللون يختلف ما بين الاخضر الاصفر والاحمر. يعني بلوس اون فافور دو روج ربما للناس والمواطنين باش يقدروا يعرفوا وين راهم. ولا كارت دو فيجونس هذه كي تدخلي سيت ميتيو باغ اكزومبل ميتيو بوان ديزا، كي تدخلي تعطيك هذيك الخريطه هذيك وتعطيك الولايه اللي فيها خطر باللون تاع الخطوره هذيك. قال مثلا مدينه وهران نعطوها اللون برتقالي مثلا. والولاية نقولوا زعما العاصمة الجزائر العاصمة نعطوها لون أخضر، لون برتقالي، حب يقول فيه خطر يعني في هذيك المكان هذاك. فهمتك. من قبل ما نجوزوا للتيتاتات بعد الفاصل، آخر سؤال بالنسبة للو بروفيسيونيل يعني الميدان تاعك، واش نقدروا نقولوا في بعض الكلمات على الغيشوفمون كليماتيك اليوم اللي هو أكبر خطر للإنسانية؟ الغيشوفمون كليماتيك هذايا سي على شال بلانيتير، على كل حال ما يهمناش غير حنايا، سي على شال بلانيتير. دوك رانا نشوفوا لي بول راهم يبداو يذوبوا على كل حال، لي بول كيفاش يقول لك هذا راجع دائما الى ارتفاع نوعا ما بالنسبه لدرجات الحراره على مستوى الكره الارضيه. الحراره هي ترتفع ولي بول هذو راهم يبداو يذوبوا. وهذه الحراره لازم نبهوا ثاني الناس باللي التلويث يقدر يقول الحراره السبب. يقول الحراره واش يتسبب فيها؟ هي التلوث البيئي. التلوث البيئي له عدة أسباب. إلى سور كونسوماسيون تاني تاع الإلكتريسيتي هذه الأشياء هادو. عنده عدة أسباب، ما بين هذه الأسباب كاين بعض الغازات اللي تنبعث على مستوى طبقة الأوزون، وين تخلات يعني هذه الطبقة هذه يعني. باش بك نقولوا للشبيبة يعني كي نخليو ربما الشارجور تاع البورتابل تاعنا مثلا يكون ماهوش يشارجي في تليفون ونخليوه مبرونشي في الإلكتريسيتي، إلا في لابريز إلا أنتخان كونسومي وراه يلوث. يلوث البيئة. كي نخليو التلفزيون مشعول وإحنا ما راناش في الدار. كاين اللي يخلي جهاز التلفاز مشعول ويمشي مشعول، يخليه أون فاي باغ إكزومبل. أون فاي تاني. سي تري موفي. هادو أشياء بسيطة اللي نديروها كامل للأسف، لكن هو خطر كبير للبيئة وللإنسانية. باغ إكزومبل كليماتيزور أوسي. كليماتيزور مبرد. بون اون با لا بو غوفير لو موند للاسف، وكان عندنا الوقت اكثر، لكن اليوم اون غوديكوفغيغ السيد ميسوم بطريقه اخرى بعد الفاصل في التيتاتات. أعزائنا المشاهدين في لا بارتي تيت ا تيت، لو تيت ا تيت سي دي كيسيون باش نكتشفوا السيد رابح ميسوم. الانترفيو اي سيني ايمن فدوس زميلتي، دونك الوغ الاسئله ولا الانترفيو كامل هو اخبار احوال الطقس عند السيد رابح ميسوم. تبعني بشويه وزالي كومبخوندغ لو كونسيبت. السيد رابح ميسوم، هل الطباع ديالك الطباع تتبدل كيما يتبدل الحال؟ اسكو فوزيت فيرساتيل يعني تبدل في
تبدل دون كيل سونس دون سونس دو اسكو فيت جو برومي ديسيزيون ديسيزيون لا لا اسكو انت من كيما يقولوا هذاك الجونغ اسكو يتبدل تتبدل المزاج تاعك يتبدل من دقيقه لاخرى وحنا ما نفيقوش كاين بعض الناس اللي حاجه هكا اكستيريور تبدل لهم المزاج تاعهم وحنا ما نفيقوش لو كان ما نعرفوهمش ما نفيقوش واش صرا سادير انتيريورمون جو بو شونجي Mais physiquement, je ne change pas. Le sourire, c'est comme ça. Ah, voilà. Tout passe, hein, tout passe avec un sourire. Voilà. OK. Deuxième question. Qui te tqellaq tbqa bared kima Sibéria, hatta wala waydoub, ou la tuli qis darajat el harara fi el janoub? Dépasser darajat el harara fi el janoub. Ah oui. Ça vous arrive de tenir Oui, oui. Je ma qu'est-ce qui me tqellaqch? La la fi ay hala, مثلا. Non, fi hala معينه ala kulli hal. في حاله معينه الانسان يتقلق على كل حال ما يحاول باش يفو كي الى ريفا سوميتريزي ما ريفا سوميتريزي بون سي تري ديفيسيل شي صعيب على كل حال من الانسان يحاول على كل حال هل في الشغل ولا في الحياه اليوميه ولا في العائله نو في الحياه اليوميه كي تسوق تقلق في الحياه اليوميه كاين اشياء كاين اشياء يقلقوا ايه كاين اشياء حاله الطريق الطرقان في الجزائر كاين سوق ونو كاين بعض كاين بعض الشبه كاين بعض الحالات وين وانت بسيمه تروح تقلقك بزاف بزاف مثلا انا نتقلق انا مثلا عندما نكون مارس السياقه مثلا نخلي مسافه منيه ما بيني وبين السياره اللي قبلي تخلي مسافه امنيه يجيك واحد يدخل في الوسط هذوك مرقين هذوك لي زانسبكتور مرقوا كيف ما تقلقيش تقلقي هذوك كاينين لي زانسبكتور مرقوا تقلقي مي على كل حال معليش معليش الو كي ما توافقش راي الناس تبع تيار ولا تعوم وحدك عفوا اسكو تبسيمه وتخلي تجوز جو بريفير نعوم وحدي تعوم وحدك بريفير نعوم وحدي سي ميو سي بلو ساج سي بلو ساج سي بلو ساج على كل حال وبصح في هذه الحالة كي تفضل تعوم وحدك تعرف تعوم ولا ما تعرفش تعوم؟ سا ديبون واش من بحر واش من بحر جوستومون واش من البحر سا ديبون واش من البحر وي إذا كان البحر هادي نعوم اها إذا كان هائج إذا كان هائج ودي فوا تصرى لك تعوم وتعس حوايجك أنا ننصح الناس نقول لهم عوموا عسوا حوايجكم هذه أحسن نصيحة تصفيقها وأنتم ميتين عوموا عسوا حوايجكم شفت الشبان تاعنا باش ضمنوا المستقبل تاعكم هذه هي لما نجوز نشرة الجوية تاعي ونهضر على البحر خاصة عندما البحر يكون هادئ تماما نقول لهم عوموا اليوم سعسوا حوايجكم اه وي لازم الوغ الضحكة ديالك جوستومون نعاود نولي لها وخموس على الضحكة تاعك باش ما نضربوكش بعين سينو باش تقعد مرسومة دائما الضحكة ديالك كي تكون تقدم أحوال الطقس هل حقيقية ولا تخبي موراها ان تسونامي؟ ان تسونامي ان تسونامي سي ان بو ترو سي ان بو ترو ترو دي مي انا سي بار انستان بار انستان كون جو في فاس لا كاميرا جو كومونس ا بريزونتي لا لانفورماسيون ميتيو جو نبو با لا بريزونتي سوز اون اوتر فورم يعني ما نخبي لاسبي تاعي نبدل لاسبي تاعي لاسبي تاعي يقعد لو ميم قلت لك حتى لو كان يعني انسان عندما راح ينطلق تخمم على المسؤوليه تاعك كمقدم بالنسبه للمتفرجين كما قال لك حتى لو كان واحد يقلقك باسكو سي اون ديريكت وحتى لو كان واحد يقلقك هكا كيلكو سكوند قبل المباشر تقعد مبتسم صارت لي عده حوادث يعني في قبل المباشر وخلال المباشر يعني شو غستي انشونجي كملت المشوار تاعي قدمت مسار الجوية تاعي مهما يعني الامر اللي وقع معليش وهذه نصيحه ربما ثاني تمدها لزملائك في التلفزيون فعلا هذه سي بار سي بار ريسبي او تيليسبيكتاتور بار لو تيليسبيكتاتور اي لي لا اي ني با سونجي دو سافور واش عندك انت واش من المشكل اللي عندك هو لو تيليسبيكتاتور هنايا
يسحق لانفورماسيون، جاي يشوف لا ميتيو، عطي له لا ميتيو، جاي يشوف لو جي تي، عطي له لو جي تي. وكما قلنا الشرف انه يخيرك انت باش يشوف سي فغي المتفرج سي ان اونور بوغ ان انيماتور انه يفضلك ولا يكون وفي ليك لمده 22 سنه. دونك جو بونس سي سا لو سكري تاني انك فو لو ريسبكتي انورمون. ممكن ممكن. ندوزو الى اسئله. انا شخصيا ربما سي سيني ايمان في الدوس دونك ومن بعد تفهم معاها. هل تحب الالوان الفاتحه كما الصيف ولا الداكنه كيما غيوم الشتاء؟ اسكو دون اوت مانيير يعني لا ميتافور بور لا سامبليفي، اسكو انت من نوع الناس اللي يحبوا الصيف والخريف ويلبسوا لي مونطو ويقعدوا في الشتاء هكا، ولا اللي يحبوا لي فاكونس على العام كيما بعض الناس؟ يا لكل حل لي سيزون كامل الزون لور لي سيزون كامل الزون لور سبيسيفيسيتي اي لور شارم اي لور شارم. ما نكذبش عليك انايا جو سوي ني اون ايفير، جيم بيان ليفير. اي شهر؟ فيفريي. فيفريي. جيم بيان ليفير بار سا سبلوندور، بار سي لي ميرفي كي كون بو رونكونتري كون بو فوار سويت على بالك ميم اون ايفير لير اي لامبيد. لير اي لامبيد لاو تو فوا دو تري بيل تري بيل فيو. Par rapport à l'été. À l'été, il y a trop de pollution. C'est vrai. Il y a la chaleur, l'humidité. Surtout moi, je préfère l'hiver. OK. C'est des choix. Et, bien sûr, ce lien, et surtout... En hiver, le tourisme au Sahara, il prend une certaine ampleur. En hiver, surtout en hiver. Il n'y a pas de tourisme en été. À cause de l'air? Parce que l'air... L'air est froid. Et quand l'air est froid, on a la météorologie, on a l'air subsidant. C'est-à-dire l'air froid, il n'y a pas de couleur. On a une très très belle vue. Et la zénith, c'est vrai qu'on est zen. La vue hédique, elle peut, tu peux avoir une vue au-delà de 30 km. Surtout à côté de Flash Crème. Quand tu vois, tu vois couleur. À 30, 40, 50 km, les gens ils viennent pour ça. Ils viennent admirer de la splendeur. Et ça, tu le trouves uniquement en hiver. C'est vrai que tout le monde a le charme de lui à une certaine période de l'année. Voilà. Et bien sûr, il faut nous arrêter et nous réfléchir à les gens qui n'ont pas de maïs dans ces temps difficiles. و ربما اللي ميم عندهم ظروف صعبه في الشتاء، ظروف صعبه جدا في الشتاء، لكن ربي يكون معاهم وما لازمش ننساوهم. نواصلوا مع الاسئله، والاسئله حول اخبار احوال الطقس عند رابح ميسوم. كيفاش نقص الضغط الجوي كي تعيش اوقات صعبه؟ انا ديكومبريسي على كل حال، تكون لا بريسيون عاليه بزاف في الجسم تاعي ديكومبريسي. كيف ديكومبريسي؟ الوغ كاين عده طرق. الطريقة الرئيسية هي ممارسة الرياضة. وأنا باش نمارس الرياضة كما كنت زمان. زيت أن أونسيان سبورتيف. أن أونسيان سبورتيف. مستحيل. مالا جاكومبان مي زونفون للسبور. دونك ألوغ باش بك نعاودو نحكيو للمشاهدين الكرام اللي ربما ما على بالهمش، زيت أن أونسيان سبورتيف، تينيس مان. ومن بعد صرا لك أن أكسيدون. في التينيس. على بالنا فوز أفي أن بوتي أن ليجي هانديكاب كي تمشي. فوالا. إسكو غيرت لك حياتك هذا نو 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 الحادثة ولا بون تقبلتها؟ بون تقبلتها، لازم تقبلها. بون جو كيما يقول لك جو نفي بلوس سبور على كل حال، مانيش نمارس، ولكن يعني جيسي دو كومبونسي سا، ندي عندي الطفلة تلعب تنس، نديها التنس. اللي بتلعب تنس لحقا عندها لي كلاسي ان سيرتان نيفو دونك لي اوبليجي دو سونتريني كل طون. وعندي ثاني ان شاء الله تجيب لنا ان شاء الله يا ربي تجينا كضيفه ان شاء الله يا ربي. وعندي وليدي الكبير ثاني ستان تنس مان، راه مدرب حاليا. أيوة. كيف كيف او يدرب في اختو؟ نعم ويدرب في اختو، يدرب اختو ويدرب اطفال اخرين. كاش مشكل فوالا كومون جيسي دو كومبونسي. دونك كاين لا غوليف فينالمون. ان شاء الله ان شاء الله ربي يطولك في عمرك ويوفقهم. اخر أمين. سؤال في هذه الانترفيو، كيفاش راه الطقس؟ بون سي ان بو ديليكا مي كونك صريح، ولا ما حبيتش تجاوب ما تجاوبش. كيفاش راه الطقس عند مقدمي نشرات الاحوال الجويه في القنوات الخاصه؟ شوفي كل قناه عندها اسلوبها في تقديم النشره الجويه. يختلف من قناه للقناه الاخرى. وانا باه نعطي نعطي رايي في هذا الميدان هذايا، جو بريفير نعطي رايي في الميدان الناس اللي خدمت معاهم وتعاملت معاهم على كل حال في القناه الوطنيه، يعني على احسن ما يرام، على احسن ما يرام.
وراهم شفت باللي راهم يحاولوا باش يعملوا مجهود باش يقدموا احسن معلومه جويه في هذا السؤال. هذا نعاود نساله لك في بعض اللحظات خاطرش جوستومون سان في دومين ربما اللي نشوفوه وين دي ميس ولا حسناوات يقدموا نشرات للنشرات لاحوال الطقس ربما بدون ان ديبلوم دانجينيور وبدون اي معلومات اضافيه. معليش نهضروا على هذا الشيء مع اون ميس دونك سي ميس الجيري 2018 اللي هي ميس نهاد حنستقبلوها جوست ابخي الفاصل. اقعدوا معنا سيد ميسوم. شكرا اونكور اون فوا على صراحتك. انت تجوز من عند لو سالون اون اتوندون داكويير نهاد اللي هي ميس الجيري 2018. اقعدوا معنا. نهاد ميس الجيري دونك 2018 رجعت عطيتي لا كورون تاعك لي شارب هذا العام لخديجه وانت نهضروا دوكا على مغامرتك. مرحبا بك. يسلمك. في دارك تتفاسو. ميرسي بور لا كورون. جون اي توجور ريفي. كاي جو لي. سهلة. بون ميرسي. ابارمون صعيبة باش تشد il faut beaucoup d'accessoires. Alors ميس نهاد كيفاش ديجا لو نو كومبلي اسكو عندك احكي لنا واش صرا كيفاش من العام اللي فات لهذا العام بوكو دو شوز ا راكونتي مي على بالي باللي جيتينا مباشره مشيت مسخره باسكو كي قالوا لي قلتلهم جات ما كثرتش معاهم قالوا لي جيتي من الهند. وي جيت من الهند بلاك مي سي فري كنتي في الهند. كنت في الهند بور مش وصلتك من كونكور ميس الجيري للهند. هي بعد ميس الجيري 2019 اللي كاع سمعوا بها مديت لا كورون تاعي لميس الجيري 2019 لكن رحت مباشره للهند نيو دلهي باش ندير مسابقه دوليه مسابقه مشهورة هي لا دوزيام ايديسيون بصح صح مسابقة رسمية وعندها لو وجبتي منها هذا سي صح؟ وجبت منها هادو ثلاثة لي تخوا لا كي لابستهم مي هذا جو با إلا تيري بلوس مون اتونسيون خاطرش ميس ملتي ناسيونال افريكا باسكو ميم تما ابارامون انت اللي علمتي لهم معلومه بلي الجزائر موجوده في افريقيا وحاجه ربما الجزائريين تاني نساو بلي حنا موجودين وبيبا على في بيبان افريقيا دونك تصفيق على تمثيل نهاد في هذا لو كونكور دونك فهمينا لو كونكور ميس ملتي ناسيونال دونك tu as جيتي ب 3 روبان 3 تيتر انا ملتي ناسيونال pour représenter l'Algérie تحكي لي وصلت تما عرفت بلي راح نمثل كاع الدول العربيه اني كنت الوحيده العربيه في هذه المسابقه كان كاين 18 متسابقه من كل دوله وين اختاروهم على حسب لي كريتير اللي شنو هما جوستومون لي كريتير اللي تكون فيهم المتسابقه حتى لو كان يكون حاجه ناقصه يرجعوها لبلادها لازم يكون هادو يوصل حتى لهنا ما تقدرك تدخلي وي يرجعوك باسكو سي لوان يقدروش يسيو نو سي امبورطون. اول حاجه لازم تكون تكلم اللغه الانجليزيه لازم تكون عندها لي كريتير تاع الصحه الرشاقه الطول تعرف تمشي تما حنا ماشي كيما في الجزائري يعلمونا نمشيو بصح تما لازم ديري واش تعلمتي في بلادك. حاجه واحده اخرى في هذه المسابقه على بها اخترتها هي انها هذه المسابقه يقولوا لها بيوتي ويد برين لازم يكون عندك الذكاء لازم يكون عندك الهدف من المسابقه هذه هدف من المشاركه فيها ولازم يكون عندك مشروع خدمتي عليه في بلادك باش تقدميه. الو باش نقولوا بلي يعني هذا قريتي بديتي درتي انجليزيه دونك هذا اللي يسمح لك ربما انك تتمكني من هذه اللغه وثاني قريتي قلتي لي دغوا. انا قريت اولا قريت ادب انجليزي ومن بعد غيرت قريت دغوا في نفس الوقت تقني سامي في تجاره دوليه.
لكن الحاجه اللي ساعدتني هي اللغه. في عمرك 22 سنه دونك مسيو ميسوم على لاج دو فوتر كارير الله يبارك تصبح على لا دونك كي زدتي مسيو ميسوم التحق بالتلفزيون الوطني شرفني دائما كنت صغيره نتفرج هكا نشوفها دائما في التيلي اليوم شرف لي اني نتلاقى به شخصيا ولا دونك انت ثاني وعندكم ان اوتر بوين كومون لاكسون ربما عرفتوه من وهران البهيه ايضا وين وين قريت وين وزافي لوكازيون دو بارطاجي كلك دوك نعاودو نواصلو في هذا الدردشه فوالا كي رحت لهاد المسابقه مثلت الجزائر رحت ك نهاد ماشي الوهرانيه الجزائريه لصقت لك بتات هاد ليتيكيت تاع الوهرانيه وي باسكو دائما كيقولوا نهاد ما يقولوش ملكه جمال الجزائر يقولوا نهاد الوهرانيه انا شرف لي اني نمثل بنات وهران الحمد لله مثلتهم احسن تمثيل بصح الان اني نحمل لقب ملكه جمال الجزائر اني نمثل كامل النساء الجزائريات رحت كمراه جزائريه ومن بعد في المسابقه وليت بنت العرب مثلت كاع العرب جربت نمد كل ما عندي باش نمثل احسن تمثيل لبنات العرب برافو فوالا واش هو المشروع اللي قدمتيه ولا واش هو المشروع اللي شاركتي به في هذا الكونكور انترناسيونال اللي خدمتي فيه عليه في الجزائر هي بكل صراحه انا المشروع وجدته لملكه جمال العالم لكن للاسف ما رحتش خدمت ديت نفس المشروع ديته لميس ملتيناسيونال هو تكوين مجموعه من ملكات الجمال ولا وصفات اللي يقوموا بعده مشاريع خيريه دي بينيفول وين يديروا مشاريع خيريه لكن للاسف هنا في الجزائر ملكات الجمال ما يديروش بهذه الحاجه انا اسست مجموعه مازال ما تكون جمعيه رسميه باش ندير جمعيه شويه صعيب غير مجموعه دير هذه الحاجات واول مشروع كان هو زواج لشخصين واحد من ديار الرحمه العريس من ديار الرحمه والبنت من ديار الدار الايتام بوهران هو درنا لهم عرس درنا لهم اسسنا لهم حياه انتوما اللي ولي زافي برونشي انصام راح تخطبتوا المراه ولا وي نو حنا كان عندنا اتصال ب مديره جو بيان كومبران هذه مشروع خيري وطني ماشي غير هي فاهمين على كنت زوج الناس فهمونا كيفاش ديروا اتصلنا بمديره تاع ديال الرحمه لا لا نحوسوا نفهموا كيفاش يديروا اتصلنا بمديره تاع ديال الرحمه في نفس الوقت كان عندها علاقه بدار الايتام بوهران احدى ديال الايتام بوهران وين عرفتنا على العريس اولا ومن بعد عرفتنا على هاد البنت وين لقيناهم ومن بعد ولاو يهضروا مع بعض خطبوا وقعدوا مده يتعرفوا ومن بعد درنا لو مارياج ولات عندهم دارهم وحدهم حياه طيب. وحدهم خرجوا من هذيك الحياه تاع الصون لقاو خدمه وي العريس اكتيالمون راه يخدم والعروسه راهي في الدار ما هي تلمون تحشم تلمون والفت هذيك العيشه في لو سونتر وكل شيء مازالها باش تندمج في المجتمع مازالها شويه مي الاندماج في المجتمع عبر الزواج واش تقول سيد ميسوم على هذا المشروع؟ مبادره طيبه ولا احسن ما يكون على كل حال والله العظيم الاسره هو اساس المجتمع سي فري كون يوغي با بونسي ما نخمولهاش سا بو باغيتر فوتيل لكن هو الفكره الاول كانت غير زواج بصح واش هو الهدف من هذا الزواج هي تبني حياه الشخصين عمرهم ما خرجوا للمجتمع عمرهم ما خرجوا كيما لا في غير في السونتر ما تعرف والو محظورين يعني من بالعين في المجتمع وي سي كلير دونك سي فري سي كي تشوفي هي خليه المجتمع الاسره دونك لكن نبنيو على هذا الاساس سبا ما شاء الله سي ان تري بو بروجي ما هما المشاريع تاعك اليوم انت نهاد شخصيا تو نا كو 22 ans انا عرفتك كان في عمرك واقيلا 16 سنه ولا ما اقل ربما 18 كنت مازال وقت 18 ولكن بديتي كان في عمرك 16 سنة وراكي حتى وصلتي لميس الجيري الله يبارك ما هو ما هي الأهداف ولا طموحات تاعك؟ هي هذا السؤال كان سألوه لي في ميس ميلتي ناسيونال سوغ سان في التوب 5 باش نتأهل للتوب 3 واش راح ديري كقضية اللي راح تدافعي عليها إذا ربحتي لقب ميس ميلتي ناسيونال قلت اني راح نكمل في هذا لو بروجي تاعي اللي هو هذه المجموعه الخيريه هي حاليا راه فيها غير ملكتين انا وميس فوتوجينيك 2018 بصح راح نزيد نخلي البنات الملكات الجمال اللي راهم كما نشوفوا كاين بزاف ملكات الجمال في الجزائر راح نخليهم ينضموا لهذه المجموعه
باش نديروا عده مشاريع. بديت بهذا المشروع اللي هو زواج لهاد اليتيمين. نتمنى نديروا مشاريع كبيره، لاني صراحه كي درت هذا المشروع ما لقيت حتى دعم. كان شخص واحد اللي هو بينيفول في وهران، كامل يعرفوه، مسيو واحد اللي دار هاد، باسكو باش ديري زواج ولا ديري مشروع كيما هذا لازم لك دعم كبير. نعم، مي سورتو بوتيتني هاد، باسكو كي حكيتي لي انا تاني جاتني تبسيمه. مشروع كي تقدميه هكاك اون سيرفاس الواحد ما سيانتيريس با بروفونديمون، تقولي بوتيت هو مشروع الي ان بو فوتيل، لكن فيه تخمام بزاف فرانشمون. وي وي، دونك بوتيت كو ما قدمتوهش ولا قدمتوه بطريقه اللي ربما الناس ما استوعبوش الهدف تاعو. والله انا كان عندي مشاريع كبيره بزاف على هذه، حتى قالوا لي راكي تحلمي. اي مازالكي صغيره، باسكو تكبر على عمرك برك هذا ما كان، لكن الواحد يكون عنده لا فولونتي يقدر يوصل لكل شيء. وي بصح كي نشوف ملكات الجمال في العالم لازم يكون عندها هذاك الكريتير تاع البينيفولا، لازم تكون بينيفول، لازم دير هاد الصوالح. دايوغ المشاريع اللي بهم كامل يقول لهم جو في لا بي دون الموند، كل واحده فيهم تقول لك جو في لا بي دون الموند. بصح تشوفي المشاريع اللي يديروهم، يبنوا دي زوبيتو، يبنوا دي زيكول، يديروا بزاف حاجات تنفع ماشي غير بلاد، يخدموا بزاف في لافريك ديجا. يديروا حاجات كبيره، تقولي كيفاش عندها 18 ans 19 ans صغارات ويديروا هاد الصوالح. بصح علاش لو غروب لي موراها، لي سبونسور لي موراها، هي كي تجيبي الفكره سهله، تريحي تخمي. عندنا بزاف قضايا لازم نهضروا عليها في المجتمع تاعنا، بصح من بعد كيفاش تحقيها، ماشي غير تخمي عليها ولا تهضري عليها سيغ سان جو في فيغ سا جو جوست باش تبيعي نفسك. وي لازم تحقي هذاك، لازم المشروع يكون كونكري. وي في ملكة في ميس ملتي ناسيونال جاوبت اني راح نكمل في مشروع تاعي هذا اللي سميته بيوتي سبيكس فور تشاريتي. هذه المجموعه الخيريه يخدم لا لا شاريتي يعني الانسانيه. نكمل في هذه، لكن ضفت اليها مشروع اللي هو دفاع عن النساء اللي تعرضوا للعنف. العنف ماشي غير العنف غير الضرب، ولا ماشي غير تحرش جسدي، لكن حتى تحرش لفظي. لاني انا شخصيا عشت هذه لا ريبونس تاعي اللي كانت في اهلتني للتوب 3. انا شخصيا عشت هذه الحاجه، ونتمنى كي نهضر عليها ماشي باش النساء يدافعوا عن نفسهم، باش يخلوا اي حاجه صرات لهم ما تاثرش فيهم. يعني ندير ما باليش حملات توعويه ولا بهذا اللقب، وان شاء الله نخدم على هذا ان شاء الله. الوغ نهاد عندي سؤال اخر، مازال ما استقبلتش خديجه وصرا جدل كبير بعد لا نوميناسيون تاعها. بكل صراحه انت اللي تعرفيها وكنت انت اللي مديتي لها لو تيتر، اسكو تو اوري فوتي بوغ ايل انت شخصيا؟ انا بكل صراحه نقول لك بلي انا صوت عليها. انا كنت في لجنه التحكيم وصوت عليها. حنا كيفاش تم التصويت؟ حنا عرفنا البنات لمده 21 يوم، انا شخصيا قعدت معاهم 11 يوم، يعني نشوفهم ملي نوضوا صباح حتى يرقدوا. انا نودهم صباح، انا كي يكونوا يديروا لي غيبات نكون معاهم، ما يكونوش ملاح يجوا يحكوا لي صرا بروبليم يجوا عندي، يعني كنت بروش ليهم كنت حبيتهم. وي تعرفت على كل وحده فيهم، تعرفت على شخصياتهم، تعرفت على اهدافهم لهاد المسابقه. كان كاين دي نوت، كان كاين متابعه في هذا الستاج، علمناهم بزاف حاجات خاصه في الكومونيكاسيون في لا ديمارش. ومن بعد هاد لي نوت اللي اهلوهم للتوب 10. دونك هي تميزت ربما باشياء اللي حنا ما كناش نشوفوهم على فلا فينال. ما تقدريش تشوفيهم سيغ سان، باسكو اون سواري تاع اون اور ولا دوز اور باغ اكزومبل. انا في ميس ملتي ناسيونال ما حكموش عليا غير هذيك بسيغ سان، باسكو كاين اللي يحكمها ستريس ما تكونش بيان، كاين اللي ما تقدرش تضحك، كاين بزاف. دونك ما حكمناش عليها غير بلا فينال في لو ستاج كي شفتوها. حنوصلوا على هذا مع هذا الموضوع بعد ما نروحوا اون با روجويندر مونسيو ميسون، باسكو جو فو اوسي سون افي ان طونك كوم دي ميديا وكمشاهد كانسان كان عنده الحق باش يقول يعطي رايه على ممثله النساء الجزائريات كم ملكه جمال الجزائر. لازم تكون على لونانيميتي ربما، لكن ما نقدروش اون بو با بلير ا تول موند. كون اون بلير ا تول موند سي كون بلير ا نيمبورت كي ان ميم طون. دونك نشوفوا هذا الشيء بعد الفاصل كي نلقاو سيد ميسون في نوتر سالون. ا توت سويت.
جبتوا لا فيرسيون تاع زويتر ويتش مي فيرسيون ريميكسي دي جي موس عندنا دونك لي دو جينيراسيون انتر ايدير اي لو ميكس دو 2019 عندنا دونك كيما قلت لكم الله يبارك نهاد الاج دو فوتر كارير على التلفزيون وي توتافي تفيقا انكور على لي 22 ans de carrière تاع سيد ميسون باش نعاودو نكملو الدردشة اللي هضرنا عليها على خديجة كي ميس الجيري 2019 سمعت شوية باللي كونسيكونس تاع سون إليكسيون واش سمعت إكزاكتومون وشنو هو المعلومات اللي عندك نتايا أنا دابري سكو جي سويفي ألا ريبريزونتي دينيومون لا كوميونيتي عرب إي أون بارتيكولي الجيري Et elle a représenté d'une manière. Mais je n'ai pas dit que c'était une année. Je n'ai pas dit que Khadija, la Miss Algérie, c'est 2018. Et je n'ai pas dit Khadija, elle est من أدرار. Oui. Donc, alors, Nes a fait le Jadel. Donc, à la belle neige, est-ce qu'elle a fait le Jadel parce qu'elle est brune ولا ربما كيما انتيا هنشوفوك انت كيما قلت لك من قبيله تشبه شويه الكاندال جينير اللي تعاودت كلش مي ان فات هي اللي ولات تشبه لك ماشي انت اللي تشبه لها سي كو تو ا ديزير دو كاندال جينير قعدنا فينالمون وين الجزائر ولات تمثل ب لازم تكون شويه بيضاء لازم تكون شعرها غاد لازم تكون طويله وخديجه الي دو ادرار الي تيبيكمون الجيريان مي دو سود سيتادير كو تمثل الجزائر كيما انت يا خديجة ولا كيما انا ولا كي انسان ولا طفلة اللي راهي حاضرة هنايا بالتنوع بالاختلاف هذه هي لا ريشيس تاعنا يعني ماشي درك الجزائريين ماشي غير انت ماشي نقولوا بلي انت كي تمثلينا كامل مي فوالا مي خديجة الجدل كان حول لون البشرة تاعها Donc il y a eu un peu de racisme. C'est pour ça qu'on a dit que nous sommes africains ou dans l'abouab africain ou la plus grande ville africain. Donc elle dit que c'est le racisme qu'elle a subi. On a dit que non, ce n'est pas du racisme. Je ne comprends pas parce qu'elle n'est pas belle. Maintenant, Fermouna, c'est quoi un euphémisme que Saïd Missoum ? Qu'est-ce que ça veut dire être belle ? Non, moi j'ai vu la Miss Algérie 2019, c'est ça ? C'est, elle est mignonne. Donc, les critères, comment ils choisissent la Miss, je ne sais pas, je ne peux pas rentrer, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, la Koulihal, mais pour moi, Naya, pour moi, c'est une fille mignonne. Donc, l'autre, les autres aspects, elle est pas dit ce qu'il fait. Voilà, donc maintenant, elle dit, mais elle est, pardon, hein, je m'excuse, oui, mais elle est, les gens qui ont été contre son élection et la Khéré, c'est une minorité, la Koulihal. Oui. Après, ne prenez pas en compte le Facebook parce que ce n'est pas la vie de tous. C'est une minorité. C'est une minorité. Pour moi, je suis fier que je vois que tu me fais la jeune féminine. C'est un honneur. Oui, tu me fais le Jazeera bikoul. C'est un honneur. Tu me fais le Jazeera bikoul avec Jamalha. Nous avons choisi la plus belle de la Moutsabqat. Il y a des milliers de Moutsabqat dans la Miss Algérie. هي كانت الاجمل من بين اللي شاركوا في ميس الجيري سيلون لي كريتير تاع ميس الجيري فوالا سيلون لي كريتير ما حطيناهمش في الكاستينغ تقبلنا كامل البنات كامل الاعمار كامل المستويات بصح باش نخيروا الملكه ولا لي دوفين كان كاين دي كريتير كان كاين شروط اللي هما بزاف ناس يسقسوني على اي اساس تختار ملكه جمال الجزائر اول حاجه انا كنت في لجنه التحكيم مخير عليها ملكه جمال الجزائر التربيه اخلاقها اول حاجه مستوى الدراسي صحيح هي ماشي طالبه جامعيه لكن عندها مستوى تعرف تهدر لا ديمارش سور بوديوم لا بريزونس تاعها في لا فينال كان عندها اون بريزونس وين لجنه التحكيم كامل صوتوا عليها باسكو هي اللي خلتنا نشوفوا فيها هي اللي لفتت انتباهنا اكثر الهدف تاعها من المسابقه ماشي تشارك غير باش تكون باش تولي مشهوره ولا تشارك باش تربح كيما يقولوا ربحت دراهم وربحت صوالح
وي ربي يرزقنا من رزقنا. لأن ملكة جمال ماشي واش غادي تربح كمادة. مانيش يعني هاد حنا دو فاسون تخي بيانتو حنستقبلوا خديجة ونكلموا معاها، مي حبينا نخليو شوية هاد لا فاغ تجوز باش تهضر بكل شفافية وبتكون تكون أليز معنا. حنا ما حبيناش نحرجوها بهذه الأسئلة، سورتو كو نطقت ثاني بطريقة أخرى وأنت ثاني قلتي نفس الشيء. دوك نعاود نسقسيك هذا السؤال اللي ثاني أثار الإجابة تاعها. قالت راني مانيش ضد تعدد الزوجات، الدين سمح ربع نساء، أكيد مانيش حنناقشوا هذا الشيء هنايا يعني أنا ني أنتيا ني أي واحد فينا. أبخي سي اليوم المرأة الجزائرية ربما راهي ضد المنافسة بأي طريقة كانت، يعني ما كانش وحدة تقبل راجلها يتزوج عليها، لكن بعض الأحيان ما يا با لو شوا. دونك است كون فا اكسبتي تعدد الزوجات ولا انو راجلك يخدعك؟ انا سالوني هذا السؤال من قبل في الكويز وانا هذا حاجه هذا امر تاع الدين تاع الاسلام تاعنا ما لازمش نكونوا ضده. لا لا القناعه الشخصيه نظن هو قناعه شخصيه لكن لازم نحترموا ديننا. لا لا باسكو كاينين نساء كاين بزاف نساء اللي يشوفوا فينا على بالي وين ربما راهي الثالثه ولا الرابعه ولا ربما الخامسه وما نقدروش نحكموا على الاختيار تاعهم، ربما كاين ظروف. ما نسقسيوكش على رايك في هذا الشيء باسكو هكا يوغا با دو ريبريزاي كي تدخل الدار. ما كاين مشكل. كيلي فوتر افي على تعدد الزوجات لو سمحت؟ انا بور موا سانسيرمون 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 انا بور موا انا جو سوي كونتر. نعم انا جو سوي كونتر. داكور جو سوي كونتر دون ان كا دون ان اوتر كا حاجه اخرى. دوكا دون مون كا انا بيرسونال انايا je suis contre. Voilà, c'est pour ça que j'ai une logique. J'ai une logique. J'ai une logique. J'ai un foyer. J'ai une femme. J'ai des enfants. Je ne peux pas admettre. Je vais faire un autre. Je vais concevoir un autre foyer avec d'autres enfants. C'est pour moi, c'est inconcevable. Pour moi. Il y en a beaucoup qui sont d'accord apparemment. Donc il y a d'autres situations. D'autres situations où l'insan عنده لي موان عنده لي موان. انا ماشي كونتر وماشي بور. انا قلت انا بور ديجا من قبل في واحد ليميسيون قلت لهم انا بور بصح بسبب يعطيني عذر لان المراه اذا كانت هذه المراه مريضه ما تقدرش تنجب اطفال اذا كان كاين عذر لي باسكو ربي سبحانه قال لنا صح حل الاربعه بصح بعذر سبب اللي علاش الراجل راه باغي اون دوزيام فام بالك ما دو فاسون اون فا دوموندي لخديجه واش حبت تقول بتاتر خرجوها من الكونتكست تاعها. حنا ما نطولوش سيت ان بروفون سيت ان سيت ديليكا ما نقدروش ما نقدروش ندخلو في امبوسيبل باسكو ما تدخلش حتى انا كاع نعرفوا ربما ناس عقال وكبار و ما تجيكش في البال بلي يقبلوا انها تكون زوجه ثانيه. بخو جون كوني انا بيرسونيلمون اللي نقعد حايره مي ما نقدرش انا وحضرت العرسهم مانيش مغنش نقولها علاش ما سي با مون بروبليم. اكيد حتى انا لو كان راني ضد مي تاني لي اسباب وربما وحده الي انا نعرف مي كانت الاولى مي فوالا ابخي سي تري تري كومبليكي يعني هاد مانيش متخيل فيك. يا ديكا لي بروميير فوا يخطبوا لهم دوزيام فوق وي فوالا نعرف واحد يعني هاد قولي لي كونك صريحه ما شكيتش كوني مزوجه وتقبلي يجي يقول لك توك توك بونجور انا راح نخطب شغل اي اون بلوس ما عندوش الحق انه يتزوج ما عندوش الحق انه يتزوج مرأة ثانية لازم انا ما عندوش لاكور تاعك لازم المرأة الأولى هي اللي الزوجة الأولى هي اللي تقبل سان ديبا اللي ما عندوش نهاية سا ديبون هذيك السيتياسيون منا لقدام كيفاش تري ديليكا كوم ديبا تري ديليكا دونك اون فا ديتوندغ لاتموسفير de la délicatesse des choses. On a un stable. Zek, il a fait une belle qui a ouvert avec sa performance de danse. Stable, les deb déjà, je ne retourne pas ça. En bas, il va nous battre le façon. En bas, on va finir tous ensemble avec de la musique. Mara DJ Mus. À tout de suite. هذه سيتي لو روبو كنا نسموها بكري دونك كيفاش نسموها؟ حنا نسموها هي داخله في البوبين دانس بون هذه روبو
مازال ما تغيرتش هي الحمد لله. روبوتي تاعك اوكي. وي باسكو لا دونس فيها بزاف لي كاتيجوري بزاف. فيها بوبين دانس، فيها البريك دانس، فيها الهيب هوب، فيها شغل بزاف فري ستايل، كل حاجه و لا دونس تاعها. وي هادي سي دونك اسكو نتايا دوك نشوفو كي نكون نهضروا معاك بعض صور الجوز، اسكو تو في بارتي دون كومباني نتاع عضو من فرقه ولا وحدك؟ نو نو كنت في مدرسه ولا تعلمت وحدك؟ وحدي في الدار. وحدي في الدار. وي عندي جروب بصح خاطي لا دونس شغل نديرو اكرو. مي دير سبور؟ وي انا اتليت ودونسير. داكوغ. وشنو هي لو سبور تاعك؟ انا بديت بستريت ورك اوت. بديت بستريت ورك اوت. انا كنت ندير باش تفهم برك ستريت ورك اوت كيما الاسم سي لو سبور تندير كيما اون سال لكن برا برا. وي ناتور لا بار فيكس لي بومب. وي دونك تستعملوا ربما كيما في بوشاوي اللي يديروا في بوشاوي ربما يستعملوا لي زارب يستعملوا لي باركور لي دونك ماشي اون سال ماشي بلي لا ماشي برا ستريت برك. بديت بستريت ستريت ورك اوت. انا ديجا كي كنت صغير كنت ملي كنت صغير نبغي لا دونس. كنت ندير بريك دانس كنت صغير. لحقت مومو تاع 11 حبست. شحال في عمرك دوكا؟ 20. هاي باهي 20 راك تهدر شغل شغل صارت زمن قديم جدا. نو نو 11 بديت ابري 5 حبست. لا 4 حبست ما توشيت كاع سبور لا دونس والو. من بعد بديت وليت نتفرج لي اليوتيوب. شنو المثال تاعك ربما؟ نون ستوب في لا دونس. نون ستوب ماركي سكوت هذا دونسير امريكاني هو اللي اثر فيا الاول، هو اللي خلاني نتبع هذا الستيل. الاولى كنت نتبعه نبغي نتفرج برك ماشي باش نتعلم ولا. ابري وليت نسي وليت نتعلم. قالوا لي شوفوني خاوتي تو قالوا لي عندك 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 كارير قال لي تنجم تتعلم باسكو شافوني بالخوف ترفد بخوف نرفد. بديت فيها بديت في الدار. دونك لا كوريغرافي اللي درتها وحدك ما عندكش انا نشوفو في ليكرون دوك نشوفو دونك انت اللي تو كري لي كوريغرافي تاعك ما عندكش ان كوريغراف معاك ولا لا نخدم وحدي انا لي كوريغرافي نخدمهم وحدي. دونك هذا هو لو ستريت ورك اوت. هذا ستريت ورك اوت. هذا سي لو ستريت ورك اوت. ابري وليت ندير تريكينغ. تريكينغ عندي تروازون ملي بديته اكروبات. تريكينغ اكروبات وعندي 5 ملي راني في لادونس. داكور. الوغ عندي ستريت ورك اوت، عندي اكروبات مع الباركور، وعندي بوبين دانس مع فري ستايل هيب هوب. داكور. مي هاد الشيء اسكو رجعتو مهنه ولا هوايه؟ نو هوايه. انا نقرا. واش تقرا؟ هوايه نقرا سيونس تكنولوجي. هاي بارك. دوك الجسم كيما يقول لك الجسم السليم ولا العقل العقل السليم في الجسم السليم. سليم اكو فهمتو. مي جو في دير اسكو راك الطموحات تاعك انك تنجح في هذا الميدان وتولي تعيش من الرقص؟ وي بيان سور. مي اسكو راك شايف بلي في الجزائر باسكو ملي بدينا هذه الحصه اكتشفنا بزاف المواهب في الرقص واكتشفنا انه الشبان ولاو يجوزوا على الرقص كهوايه لكن كرياضه كامله ايضا. رياضه هي رياضه كامله باسكو يفو فريمون ايتر اون فورم فيزيك موسكلي تاني باش تقدر دير لي زاكروباسي تاعك. دونك اسكو راك تشوف بلي كاين انا افنيغ لهذا الشيء هنايا؟ ما نشوفش باللي كاين افونيغ هنايا، ما نشوفش باللي كاين افونيغ هنايا ابار الى خرجت. الى خرجت كاين افونيغ، الى قعدت هنا ما كاينش افونيغ. الوغ اون طونك اكس اكس تينيسمان و اكس سبورتيف، واش هو لافي تاعك الراي تاعك بالنسبه لهذه الطريقه الجديده للشبان لممارسه الرياضه؟ سي اون جينيراسيون اون دوا لاكسيبتي باسكو ال في سون ايبوك. على كل حال Et moi, je pense que Huma, ils sont très ambitieux. Les jeunes, les Rami Merso, nous amène le. Mon couche, Raks, Riyada. C'est là, c'est un sport complet. Pour moi, c'est du sport. Oui. Du sport. Et donc, المجال في المجال هذا يتطور المجال هذا في البلاد. هو يقول لك وحايب يروح باش ينجح. هالي ماشي طريقه ثانيه ابخي لا فيت دي سيرفو سي لا فيت دي كومبيتونس. مي جو بونس دي جون كيما هكذا يروحوا باش يتعلموا خير ويعاودوا يولوا نستفادوا من نستفادوا من التجربه تاعهم. باسكو سي بونس كو لو كان لازم يروح لهيه باش يتعلم دون ان بوت
باش يعاود يولي يعلم واش تعلم هو سي فورميدابل وي. ان شاء الله سي فورميدابل سي اون سي لو ان اكسيلون ميساج دونك نتا نتمنى ان تو كانت من الكليك ونتمنى لكل المواهب اللي جازوا في حصتنا اون افو دي ميرفيو انكم تلقاو وين تعبروا عن المهنه تولي مهنه ان شاء الله كما كل البلدان هذا واش نتمنى لك لكن او بيير دي كا عندك لاسيغونس تاع لو ديبلوم تاعك فو جامي لاشي سيز ايتود. Hein? Oui, bien sûr. Ah, donc, je pense que même les parents, avec même le gars, ils Donc, une autre performance où on va le faire à la street. انا ما نسيبورتيش تحدي تروح لهي باش تدير لاكاريير تاعك باش تنجح بها تما انا ماذا بيا هنايا لي جان تاعنا ما يوليش يقولوا نروحوا لامريكا نروحوا فرنسا نروحوا باش كيما نقولوا نطوروا نديفلوبيو تما ولا نديروا دراهم بها تما ويحرقوا انا بيا انا ني باغي شغل هاد لاكاريير تولي اكزيستي هنايا تولي يولي كاين لي جروب يولي يستعرفوا بها هنايا يولي ان دونسير ولا اتليت عب قيمته الوغ هادي راني باغي كاع شبان يولوا انتيريسي بهذا السبور. زكي ان توكا نتمنى لك التوفيق تعطيني باك الوقت والمجال اني نبقي على خير ضيوفنا الكرام اون اتوندون كو تو بريبار لحبيت تو توري شوف اون اتوندون كو دي جيمز دون كيلكو سكوند نطلقوا له باك الموسيقى كلمه اخيره اونور او دامي او دوموازيل نهاد كلمه اخيره. اولا حبيت نشكر كامل الناس اللي دعموني في مسابقه ميس ملتي ناشونال بفضلهم تحصلت على لقب ميس ملتي ميديا اللي هو لي فوت شغ لي ريزو سوسيو ميس افريكا اي دوزيام دوفين دو ميس ملتي ناشونال هذا كل شيء بفضل الدعم الجزائريين ليا بغيت نشكرهم بغيت نشكر الجزائريه وان اللي كانوا معايا طوال هذه المسابقه اللي دعموني منظمة ملكة جمال الجزائر ولو بريزيدون اللي وقف معايا ميرسي بوكو شكرا لك فريدة على الدعوة هذه تشرفتني عاود تلاقيتك بعد سنوات شرف لي اني تلاقيت بك شخصيا شكرا ميرسي بوكو شكرا لك نهاد جوستومون شرف لينا انا استقبلنا سيد ميسوم رابح ميسوم دونك مسيو ميتيو ديفون ليترنيل منذ 22 سنه وربي ربي يطول لك في عمرك ويخليك لينا كلمه اخيره فعلا انا جد مسرور يعني عندما استعدت موفي انفيتي نشكر القناه الجزائر اوان على كل حال نشكرك انت ايضا ونشكر كل الطاقم يعني اللي يشرف على هذه الحصه هذه املي نوصل في المشوار تاعي مش غير التقديم في النشر التقديم النشره الجويه ولا ولكن نحاول يعني نمارس التكوين نحاول يعني نطلب يعني تكون عندي فرصه باه نطور في هذا ميدان تقديم النشره الجويه بالنسبه للاجيال القادمه ان شاء الله يا رب ان توكا كما قلت لك ربي يطولك في عمرك ربي يوفقك شكرا دي جي ميوس شكرا لكم مشاهدينا الكرام كما كل ثلاثاء كنت سعيده من لقائكم من جديد زكي نخليك المجال باش تكمل بالفن تاعك شكرا لو بوبليك وشكرا لكم نتلاقاو الثلاثاء الماجي ان شاء الله مع ضيوف واحد اخرين الى اللقاء